اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونبدا هذا اللقاء بالترحيب ضيفنا ونجمنا، نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، الكابتن عمرو الحديدي. اهلا بيك كابتن عمرو، سعداء بوجودك معانا النهارده. اهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، سعداء بوجودك معانا ودايما بتنورنا على شاشه قناه الاهلي. ربنا يخليك. هنكمل، عايز اسمع تعليق سريع على مفاجاه من مفاجات البطوله، لان ده كان خبر بنختتم بيه فقره الاخبار، وعايزين نكمل كلامنا وحضرتك معانا دلوقتي. خروج المنتخب المغربي، هل بتعتبره كان من مفاجات البطوله ولا لا؟ وهيرفي رينار ما بين الابتعاد عن المنتخب المغربي او الاستمرار، كان في تويته بيتكلم فيها وبيحسم هذا الامر، وبيقول انه في اجتماعات مع السيد لقجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كان اتكلم هو شخصيا على تويتر وقال بطلب مني قابلت السيد لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قمنا بتقييم نتائج البطولة التي انتهت بالنسبة لنا، تحدثنا أيضا عن المستقبل، أخبرته بوجهة نظري واتفقنا على عدم الإدلاء بأي تصريح علني. في اجتهادات إذا كان هيستمر ولا لا، عايزين نتكلم عن ده كمدخل للحوار، المغرب في بطولة الأمم الأفريقية. يعني ممكن كنت تقول الناس بتتوقع وجود الجزائر والسنغال ونيجيريا، محدش كان حاطط المغرب في الصوره، ما كانش هتوصل ولا تونس حتى. بص، ما كانش مفاجئ بالنسبه لك خروج المغرب؟ بص، المفاجاه انك مفاجاه ظاهره جدا للناس، فرق انت ما كنتش حاططها في حساباتك خالص، بنين ومدغشقر، ظهور بمستوى عادي للفرق اللي واصله نهائي دلوقتي، فجاه ثبات انفعالي في الفتره لغايه ما وصل للنهائي، ابتدت تحس انك في زيادات في المستوى، في زياده في المستوى، استقرار في المستوى، وظهور لعيبه بمستوى استاذ محمد، يعني مش هنكايل الموضوع بمكيالين، ولا تونس ولا المغرب كان لهم في الدور من اصلا. وما تزعلش مني برضه، المدربين الاوروبيين بيقولوا من اكبر مفاجات البطوله ان تونس لحقت نفسها وتداركت مستواها الفني وعدلت في التشكيل وتغييرات كتيره وصلتها للسيمي فاينل. بص، انهم بداوا بدايه ضعيفه قوي، اللي بيوصل كويس قوي، انت لسه بتقول اللي بيبدا بدايه ضعيفه، اللي بيوصل لسيمي فاينل عارف ان هو ماشي بخطه ثابته لغايه ما يوصل للحد بتاع النهائي. شفنا ده في السنغال، شفنا ده في الجزائر، شفنا ده في نيجيريا، شفنا ده في تونس، بس متاخر من دور ال 16 قدام، متاخر. ما تحسبش الادوار الاولانيه التمهيدي دي حسابات لوصول النهائي، لا. هل احق فريقين فنيا واداء افضلهم اداء في البطوله كلها هم اللي صعدوا للفاينل؟ الجزائر والسنغال. السنغال والجزائر طبعا طبعا. ليه ومين افضل، مين كفته ارجح من وجهه نظرك كابتن عمرو؟ ليه؟ انا قلت لحضرتك في حلقه معاك قبل البطوله، عفوا، يعني ده شيء محزن ان انا اقول كده، ان احنا مش هنوصل، دي واحد. اتنين، قلت لك الشكل العام للبطوله هتبقى اقل بطوله امه، اقل بطوله امه فنيا في الملعب. تمام، عفوا، لانك اشدت بالجوانب التنظيميه وبالشكل الجميل. التنظيم ده احنا اتكلمنا عنه، احنا عملنا اعجاز اعجاز اعجاز. نتكلم على مستوى كره القدم، المنافسه فنيا، مستوى الكره اللي احنا شايفينها مش اللي بترضي جماهير الكره المصريه العاشقه لجمال الاداء. احنا بنتمنى ان الجماهير تختم افتتاح البطوله مع نهايه البطوله، وجودها بقى فرق عربيه، فرق افريقيه، بس هم الاقدر. اعتقد ان الجزائر كابتن جمال بن ماضي استلم فرقه مش هنقول مهلهله، متوسطه، عمل فرقتين اداء، مدرب مواطن، مش هنتكلم في الامور الماديه ان هو بياخد كام وحساباته قد ايه، انه اجره اقل كثيرا بكتير من ناس تانية ما قدمتش ربع ما النص. قدم في البطوله، احنا هنتكلم في النص. مستواه، فكره اللي ظهر في الملعب، بيدي انذار او بيدي مسج لكل المدربين، انا مدرب بلعب 90 دقيقه بمستوى ثابت بلعيبه ثابته، ما بغيرش، ما بفقدش تركيز لاعب في الملعب عشان اغير، عشان انا امتلكت زمان الملعب ودافع واللي احنا بنسمعه في معناه مصر. ايه؟ انه يلعب ماتش كامل في السيمي فاينال ومقرب من الاكسترا تايم قبل ما يحسمها محرز بهدفه الرائع اللي حسم المباراه، انه يلعب بنفس التشكيل وما يعملش تغيير واحد. استاذ محمد، انت لو خرجنا من اي حاجه بره الكوره واديتني مساحه 85 دقيقه تركيز تام وخرجتني ودخلت حد لمده 5 دقائق، عقبال ما يخش ده الواحد بيخش في الماتش في ربع وتلت ساعه عشان يخش، عشان ياخد جو المباراه نفسها. بالظبط، هو بقى عنده خلاص انا امتلكت الزمام، ماسك نص الملعب، بلعب على الاجناب،
عندي ثبات انفعالي غير عادي في لعيبتي، عندي ثقه في امكانيات اللعيبه والتحضير، راجل عنده طموح للدقيقه الاخيره ان انا متاكد ان انا هجيب جول. وكان الحقيقه بيهدد المرمى حتى قبل ما يحسموا المباراه بهدف محرز، كانوا الاقرب لمرمى المنافس، كانوا هم بيهددوا مرمى نيجيريا اكتر. مفيش كبر بقى في الحاجات دي، شايف كل اللعيبه مستوى واحد، كل اللعيبه بتادي باسم دوله، مش لعيبه بتادي باسم شخص. لا، احنا عارفين ان امكانيات كل واحد فيهم، بل بتحملك مسؤوليه اكبر لو في اسم كبير في الفرقه، ان هو لازم يكون النجم السطح في المباراه، وده اللي احنا شفناه، ده اللي احنا حاسينه. يعني هل شايف ان هم السنغال فرصها اقل من المنتخب الجزائري في النهائي؟ لان في ناس بتقول لا، خصوصا ان السنغال هيستفيد من ميزه المواجهه اللي تمت بينهم في المجموعه وفاز فيها الجزائر بهدف نظيف، فده هيكون لصالح منتخب السنغال، انه تعامل مع منتخب الجزائر في جوله سابقه في البطوله وخسر منه، فهيبدا يعالج العيوب اللي كانت سبب في هزيمته في المباراه دي. دي لعيبه كبيره بقى، عارفه هتدرس الماتش ازاي. من مباراه ما قبل انا خدت استفاده معينه وهنفذها في المباراه بتاعت النهائي. بص يا استاذ محمد، لازم نبقى متفقين، النهائي ليه شكل تاني خالص. ادوار التمهيديه دي ادوار بسيطه، زي ما تكون بتدرس ماده معينه هتنجح فيها خرجت من السمر كورس. لا، اللي موجود دلوقتي ده نهائي لا بديل عن الفوز. في حسابات تانية بره، اسم الدوله، اسم لاعب موجود ان هو يحصل على احسن لعيب، اضافه ليه ان وصل نهائي بطوله امم افريقيه وهو احد اللعيبه المشاهير. يعني انت هتلاقي نفسك بتتكلم في كفتين، محرز وماني، مش هتتكلم في حد تاني. مش هتلاقي مفاجآت، مش هتلاقي اسم كبير، ممكن تلاقي مدافع، ممكن تلاقي حارس، بس ما تلاقيش نجم. تتوقع انه يحصل على لقب افضل لاعبي البطوله محرز او ماني؟ ما خلاص، مع تألقهم اصلا وقدر نجوميتهم وصعودهم للنهائي كمان. اتكلمت في مجموعه اشياء بتفنش في اسم لاعب، محرز او ماني، ممكن لسه بقول لك ممكن يبقى مدافع، ممكن يبقى حارس. ما هو لو حارس المرمى لو تألق في مباراه هو اللي هيعلي كفه الفرقه بتاعته. هقول لك ابن حلال يا كابتن عمرو، ما دام حضرتك اتكلمت عن النقطه دي دلوقتي، لان انا بيزعجني جدا فكره ان احنا لازم طالما فلان ناجح يبقى نهاجم علان، طالما الف ده ماشي كويس يبقى به ده لازم نقول عليه وحش. يعني فكره ان احنا نشوف ازاي بشكل ايجابي، في مقارنات بتحصل، الكل منحاز لنجمه، الجزائر والسنغال ومصر، حتى مع ظروفنا احنا خرجنا من يعني احنا ظروفنا مختلفه شويه، منتخبنا الوطني خرج من المسابقه بدري، فرص الجزائر والسنغال رجحت كفه النجمين على كفه نجمنا محمد صلاح خلال البطوله، لكن كيف ترى هذا السباق الجميل اللي احنا بيسعدنا كلنا انه موجود فيه ثلاث نجوم، نجم مصري ونجم سنغالي ونجم جزائري، ان هم اشهر نجوم القاره وانجح نجوم القاره عالميا دلوقتي. استاذ محمد، البطوله بطولة أمم في مصر 19-20 هي طول عمرها يعني أو طول توقعاتها هم الثلاث أسماء، صلاح وماني ومحرز. في حد اتضاف؟ مفيش حد. إحنا بنقول الفرق ما بين دول، ده وصل ده ما وصلش. محمد صلاح نجم زي ما هو. اسمع الصحف بتقول لك إيه؟ خروج النجم فرعون الكرة المصرية محمد صلاح، وبعدين ذكر مصر. يعني الناس حاطة في حساباتها محمد صلاح، ماني، ان زي ما الناس بتتكلم عن خروج لمنتخب مصر باسمه وتاريخه وخبراته ورصيده، هم كانوا منتظرين البطوله على ملعبه. خبر لافت ايضا خروج نجم زي محمد صلاح من البطوله مباشره، منتظرين النجم ده حصل على بطوله اوروبا هيحقق في بلده بطوله امم عشان يحصل على كره. الناس لازم تتعامل مع الامور دي بشكل طبيعي، ان دي طبيعه كره القدم وطبيعه المنافسه. احنا بنتعامل بمشاعر مختلفة عن الناس شوية. لا، أنا بتكلم عن إحنا وأشقائنا هنا أو هناك، إن الكل يتعامل بشكل فيه وعي، إن الكل يساعدنا نجاح أي نجم من نجوم البطولة، لأن إحنا عايزين مستوى البطولة يبقى عالي. شوف حضرتك لسه بتقول مستوى البطولة فنياً كنا نتمناه أفضل من كده، إن الفنيات أعلى من كده. فإحنا يساعدنا كل ما هيتألق نجم من نجوم البطولة، أكيد كان يساعدنا أكتر لو نجومنا استمروا وتألقوا، ولكن خلاص يعني الظروف صارت في هذا الاتجاه. ما سمحتش إن إحنا نوصل. أكيد هنتمنى إن إحنا نشوف كورة جميلة ونشوف نجوم متألقة. نتعلم، احنا هنفضل نتعلم، نتعلم من الدرس والاخفاق اللي حصل قبل كده، ده مهم قوي. مين وازاي من اصغر واحد لاكبر واحد يتحاسب، من اصغر واحد لاكبر واحد يتحاسب. احنا بنفكر باسم دوله. شايف ان الامور تستحق وقفه حقيقيه بعد اللي حصل؟ طبعا، مش عشان احنا هنحط في كافه الميزان ان احنا حصلنا على بطوله امم ثلاث مرات، 6 و8 و10، لا. احنا بنقول للصالح العام. الكره محمد بتصالح شعوب على بعض، الكرة دي لغة معينة بتصالح شعوب على بعض، بتسهل أمور سياسية إحنا في غنى عنها، بتسهل لنا حاجات كتير. الكرة المصرية هي متعة الشعب المصري أو مصدر فرحة الشعب المصري،
فلازم تكون بقى أول حاجة بتفكر في شيء يفرح المصريين. اتحاد كورة مكون من أسماء كبيرة تليق باسم الكرة المصرية، لعيبة يتم اختيارها بجدارة عشان هي تستاهل، مفيش محسوبيات، مفيش مين على حساب مين، مفيش مدير فني جاي احنا مش عارفين عنه حاجة، تاريخه بيظهر بعد ما بيحصل إخفاق، بتظهر لي تاريخه بعد ما بيخلص. طب قبل ما كان موجود هو راح فين؟ قبل ما تجيبه انت مش هتعمل سيفي عنه؟ بعد ما بتجيبه وبعد ما بيحقق وبيحصل خد فلوس او ما خدش، دي حاجه تخص ميزانيه الدوله ايا كان، انت في الاخر بتوصل لايه؟ بتوصل بتقول ده كان مش كويس وكان عنده ظروف وما كانش بيحقق. هنقعد نعلق الشماعات دي لغايه امتى؟ احنا عايزين ناس بتحب البلد دي عشان نجاحها، او الناس اللي موجوده كانت بتحب البلد بس بتحب مصلحتها اكتر ما بتحب البلد. طيب احنا مش هندخل او هنتطرق لاي امور قد تكون محل يعني دراسه او تحقيقات او مراجعه، دي امور طبعا الجهات المختصه بيها هي المسؤوله عنها ولا يصح الحديث عنها، لكن على اقل تقدير انه حضرتك مع الاراء اللي بتقول انه مردود الشغل اللي اتقدم في كاس الامم من منتخبنا وشغل اتحاد الكوره والجهاز الفني المنتخب والمنتخب ما كانش على قدر ما قدم لهذا المنتخب، تسهيلات ودعم الدولة له والترتيبات للبطولة واهتمام الناس والإعلام والصحافة والجماهير، إن ما كانش فيه جهد على نفس المستوى من المنتخب والجهاز الفني ومن الاتحاد، إن احنا مجهودهم كان لازم يكون شكلي وليس فني. شكلي تنظيم شابول لمحمد فضل للتنظيم اللي بدأ بيه الافتتاح واللي هينهي بيه، وجماهير مصر اللي حلت الشكل ان احنا لسه موجودين وبلد أمينة ومفيش مشاكل، ورجوع الجماهير للمباريات القادمة، هي دي اهم حاجه، دي الحاجه الوحيده اللي اكبر مكاسب البطوله دي بس خلاص. تنظيم ازاي نركز على استمرار الجمهور، افتتاح انهاء، ازاي نكمل بالجماهير المصريه، المكان الامن، الشكل الجميل اللي احنا ممكن ننظم كاس عالم. احنا خرجنا بره اطار ان احنا نتكلم في امم دي حاجه صغيره، احنا عندنا كوادر هي شابه تقدر تعمل كاس عالم وبطوله. متفائل ومع الاراء اللي بتقول ان احنا نبدا نشتغل ونحضر نفسنا لمناسبات وبطولات اكبر من كاس الامم الفتره الجايه، ان احنا نقدر على ده. مش حلم ده، كان واقع شفناه كلنا، اشدنا بيه الناس، الناس كلها اشد بيه. مش هنتكلم بتوع مصر، هنقول شاهد من اهلها، لا الناس اللي من بره هي اللي قالت. طيب عايز ارجع لمباراه النهائي، كنا دايما في لقاءات منتخبنا المنتخبات العربيه تونس والجزائر والمغرب ومصر طبعا في مقدمتهم، كنا دايما نقول في المواجهات مع المنتخبات اللي جايه من قلب القاره السمراء نقول الجانب البدني في صالحهم. اعتقد الصوره مختلفه السنه دي، الجزائر بتقدم افضل اداء بدني في البطوله كمان. انت بتوصل لاداء 120 و130 و140 دقيقه ما فيش اي مشكله. استاذ محمد الناس دي عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي، مش قبل البطوله بيام بتبتدي تحط الخطه اللي هتمشي بيها، دي بقى لها فتره طويله سنين، ان انا اعمل فرقتين ايدي اول مره تحصل انك تشوف منتخب فيه فرقتين. شفنا كابتن حسن جاب جده اللاعب الوصيفي اللي بينزل في الدقيقة 70 خد هداف البطولة، شفنا تهديف احنا كنا مش مصدقين ان مصر ممكن تكسب الكاميرون 4، كل ده شفناه، شفنا 4 وشفنا 1-0 بالعافية. خلاص يعني المنتخبات دي النهائي هيبقى شكل تاني خالص، هتشوف حاجة تانية خالص. ما هو في حلقة حضرتك اهو بقول لك هتشوف حاجة تانية خالص، هتشوف اعجاز لفرقتين يستاهلوا يكونوا هما في النهائي. طيب هل احنا في دروس نبدا نفكر فيها، ان ممكن النزول بمتوسط اعمار المدير الفني للمنتخب يعني جمال بالماضي 43 سنه وغيره من المدربين اللي عاملين شكل ونتائج في البطوله، عندنا بقى اللي هو الافريج ايج ده لازم نبدا نفكر فيه، انه في خبرات في مراحل عمريه اقل، مش شرط يكون المدرب الاجنبي افضل من المصري، احيانا بيكون الاجنبي قيمه واحيانا بيكون المصري افضل او المدرب الوطني افضل. عايز تقول ايه في النقطه بتاعه اختيار الاجهزه الفنيه للمنتخبات دي يا كابتن عمرو؟ هقول حاجة بسيطة قوي، انت بتصرف على المدير الفني اللي انت جايبه لمصر، اصرفه على المدير الفني اللي انت جايبه من مصر، المدرب الاجنبي اصرفه على المدرب المصري واديله نفس الصلاحيات، اديله نفس الصلاحيات، ما تتدخلش في شغله، خرجه ياخد دورات على اعلى مستوى، يتعايش مع فرق في اوروبا من منتخبات ويروح ويجرب، ما هي مدة معاك مسموح، شوف الفرق بقى اللي هيحصل معاك مسموح، هيبقى عنده جزء وبيبتكر جزء من الخارج ينفع للكرة المصرية. اصل احنا عندنا حاجه مهمه جدا، المدرب الاجنبي هو عوده الخواجه، هو اللي بيعرف يتصرف، هو اللي بيبدع. طب المدرب المصري هو يبدع بس تديله كل الصلاحيات، ما تبقاش تليفونات، المدرب الاجنبي مش فاهم اللي انت بتقوله، معاه مترجم هو اللي بيترجم له، المدرب المصري سيبه حاسبه في الاخر. طب ما انت سايب الراجل اهو وبتحاسبه في الاخر، برضه سيب المصري وحاسبه في الاخر.
طيب انا عايز في عناوين سريعه جدا الحاجات الرئيسيه اللي رجحت كفه منتخب السنغال على منتخب تونس في مباراه الامس. ايه اللي حسم اللقاء للمنتخب السنغالي؟ فاهمين الدرس كويس قوي قبل ما بيلعب منتخب تونس. لاعب لاعب حتى في ضربات الجزاء. يمكن قبل وانت في الفاصل في ضربات الجزاء خلاص فهموا ان ساسي بيعمل بطريقه معينه التشيب وهو بيعمل ضربه الجزاء. يعني كتاب مفتوح مقري. انا شفتك مره واثنين وثلاثه، هو ده اللي بيفهم الدرس. انا مش بفكر في القديم، انا بفكر في اللي حاضر. لو انا متابع اللعيب ده وبتفرج على المنتخب ده فبشوف اداء اللعيب ده. ادي واحد. اثنين قدراتهم وثقتهم انهم هيكسبوا فريق السنغال بالذات. شفت تصريحات بقى المدير الفني ان هو بيطلع في المؤتمر يقول لك ايه، انا صممت في قعدتي في المحاضره ان ماني هو اللي يشوط ضربات الجزاء. بص الكلمه، راجل مقتنع بامكانيات اللعيب اللي عنده، مش مجرد انه اخفق مره او الثانيه يبقى انا اطلع اقول له لا انت البديل بتاعك الرقم اثنين هو اللي يشتغل. لا هو اما ماني جه قام ما شاطش، هو خلى البديل هو اللي دخل في ضربه جزاء زي دي. احنا هنا في مصر ممكن نتخانق على ضربه جزاء وانا اللي اشاور وشاور المدير الفني وقعد على الدكه اشياء العب انا ولا مين اللي يلعب مكاني؟ مفيش الكلام ده. الناس دي عارفه يعني احتراف، الناس دي عارفه يعني ايه امكانيات، عارفه يعني ايه بطوله امم، عارفه يعني ايه هتضيف له. بطوله الامم دي رؤيه لاختيار مديرين فنيين من اوروبا للاعيبه الموجوده في بطوله الامم دي. دي دوره مصغره لخطف النجوم اللي بتظهر، دي بتظهر فيها نجوم اكتر من النجوم الموجوده. الشيء الحزين اللي محدش واخد باله منه، اقل بطوله فيها نسبه تهديف، اقل بطوله فيها نسبه تهديف، عدد الاهداف اللي تم احرازه حتى الان من بدايه البطوله وحتى البطوله ما فيهاش فراوده، ما فيهاش سترايكر واحد، ما فيهاش سترايكر واحد تقول عليه فرود البطوله رقم واحد، اللي هو سوبر ستار يعني، اللي هو كلهم اللي احنا متعودين فيه ان يبقى هداف. احنا كل شغالين كل اللي جاي من تحت، صلاح، ماني، محرز، كل اللي جاي من تحت اللي هو يملك المهاره ويملك الباص ويملك التسديد على المرمى. هتلاقيهم كلهم معدودين على الصوابع، هم دول نجوم البطوله، اربع خمس لعيبه مش الفرود الصريح. لا 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 خلاص مفيش، الدوره دي مفيش. وده كان حال منتخبنا الوطني كمان، النجوم الحقيقيين المؤثرين وفي التهديف مع هدفين طبعا احرزهم المحمدي كانوا صلاح وتريزيجي، مش خلاص. الفرود هو اللي احرز الهدف، خلاص مروان ولا احمد علي او كوكا. طيب نفس السؤال هسأله عن المباراة التانية، بعد إشادتك بشغل الجهاز الفني وخبرات بالماضي وإنه تعامل بشكل جيد مع لعيبته أو عمل فريق أكتر من رائع، إيه اللي رجح في المباراة دي كفة الجزائر على المنتخب النيجيري اللي الناس قالت إن أداؤه كان تصاعدي كمان، كان بياخد ثقة من المباراة الأخرى وفي مباريات بدأ يقدم نفسه فيها كواحد من أفضل منتخبات البطولة؟ طول عمرنا بنتفرج على المباريات بتاعت منتخبات افريقيا بنقول ان الشوط الاول بيبقى جس نبض، شفناه ده كتير في نيجيريا من زمان، ايام اوستن اوكوشا وكانو دانيول اوموكاشي والاسماء دي. كنا بنقول الشوط الاولاني ايه 2-0 في اوروبا، الشوط الثاني 4-2 كسبوا البرازيل كده. لا خلاص، فرق شمال افريقيا عرفت الدرس ده كويس قوي، ان انا هلعب ما احرزتش هدف، انا معايا بونت في جيبي قبل ما انزل المباراه، لو ما جبتش جون ما يجيش فيها جون، هوصل في الاخر لايه؟ اكسترا تايم او ضربات الجزاء ترجيحيه. هوصل في ايه بقى؟ لعبه الحظ، تالق الحارس المرمى وامكانيات اللعيبه اللي بتسدد. لا هو بقى الاخر دقيقه عنده اقناع واقتناع لامكانيات لعيبته، للروح، للاداء، للثبات، للثبات التصاعدي اللي لسه بتقول يا استاذ محمد من اول ما بدا اول مباراه لغايه ما هيوصل نهائي، وهتشوف مباراه نهائيه باسلوب مختلف عن كل الادوار اللي فاتت. في ملاحظه على البطوله بعض الناس مش عارف تتفق ولا لا معاهم يا كابتن عمرو، بيقولوا ان مستوى دفاع الفرق الافريقيه فعلا اتحسن وانهم بقوا بيدافعوا افضل، حتى لو في نيران صديقه في بعض المباريات او باك اتسبب في هدف او كره يعني اصطدمت بيه ودخلت مرماه وكده اثرت على نتيجه فريقه، لكن بشكل عام بيقولوا اصبحت المنتخبات السمراء دفاعها افضل وما بقاش عندها الاخطاء الساذجه اللي كانوا بيكرروها في بطولات سابقه. ايه رايك في الكلام ده قبل ما نتوقف مع التقرير التالي؟ ممكن نقول عليها ان خدوا ديفنسون من قبل كده، موقف سونج مع مواقف عدت مع كتير قبل كده، بس برضو كلهم محترفين. يعني الضغوط اللي عليهم مش هتبقى زي اللي موجوده في مصر، مستحيل. انت هنا بتبقى بتحضر وانت قلقان، هناك لا، كل الفرق الافريقيه والفرق العربيه شمال افريقيا كلها بتحضر وهي مش قلقانه، احنا بنقلق مش عارف ليه.
يعني. طيب في تقرير محتوى بيتفق تماما مع اللي حضرتك قلته يا كابتن عمرو، انك قلت ان احق فريقين وافضل فريقين اداء في البطوله صعدوا للمباراه النهائيه. تقرير بيتحدث عن مشوار الفريقين السنغالي والجزائري، وانه نهائي طبعا يليق بالبطوله الافريقيه. بالروح القتالية العالية والكفاح حتى اللحظة الأخيرة، اللاعب الرجولي واصل المنتخب الجزائري مشواره بنجاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعدما أضاف المنتخب النيجيري لقائمة ضحاياه في البطولة. قدم رجال جمال بالماضي مباراة رائعة أمام نسور نيجيريا، أسقطوهم في اللحظة الأخيرة بقذيفة قوية وماكرة من أسطورة الكرة الجزائرية رياض محرز. ضرب المنتخب الجزائري موعدا في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل مع نظيره منتخب السنغال، الذي فاز بعد مباراة ماراثونية على نظيره منتخب تونس بهدف للا شيء. صدقت توقعات الكثيرين من متابعي البطولة عقب نهاية الدور الأول في المنتخبين المرشحين للمباراة النهائية، في ظل المستوى المتميز الذي ظهر عليه المنتخبان في الدور الأول، وكذلك المردود القوي لهما في كل المباريات التي خاضاها حتى الآن. منتخب الجزائر والسنغال جمعتهما مجموعة واحدة في الدور الأول، ونجح محارب الصحراء في تصدرها بالعلامة الكاملة بعدما حققوا الفوز في المباريات الثلاث، بما في ذلك الفوز على أسود تيرانجا السنغالية بهدف للا شيء. الآن المواجهة تتكرر من جديد بين الجزائر والسنغال، لكن هذه المرة بحسابات مختلفة تماما. ترى هل ينجح ثعالب صحراء الجزائرية في تكرار تفوقهم ومعانقة اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، أم يكون أسود داكار على موعد مع المجد القاري لأول مرة في تاريخهم وتضاء أعينهم ببريق الذهب اللامع؟ التقرير كان بيتفق مع اللي أشار له الكابتن عمرو الحديدي، وبيؤكد آراء كثيرة جدا أنه المنتخبين الأفضل أداء والأكثر ثباتا في المستوى خلال مشوارهم في البطولة منذ انطلاقها وحتى المباراة النهائية الجمعة القادمة إن شاء الله، هم الأحق بالتأهل للمباراة والأكثر جدارة بالتأهل، وأنه نهائي يليق بمستوى التنظيم وبالجهد الكبير المبذول وبالحضور الجماهيري المتوقع إن شاء الله، وأنه يكون النهائي على قدر تطلعات الجماهير اللي هتتابع من خلال الشاشات أو من خلال التواجد في استاد القاهرة الدولي في هذا اللقاء إن شاء الله. كابتن عمرو، ايه اللي يحسم اللقاء هنا في ماني هنا في محرز؟ قدرات بدنية وفنية متميزة عند الفريقين زي ما حضرتك قلت، مشوار متميز جدا للفريقين واداء بدني وفني وخططي قوي، ايه اللي هيرجح كفة منتخب من المنتخبين في النهائي؟ شغل مدربين بقى، امكانيات مدرب بقى، سيبك من اللي فات ده كله، مدرب مقتنع وحاطط سيناريو ان الضغط كله هيبقى على ماني والضغط كله هيبقى على محرز. هنا جمال بن ماضي وهنا السيسي هيشتغل على البدائل، ومع اقتناعه بقدرات اللاعب الفاز اللي عنده اللي يقدر يحل اداء رياض محرز اكتر شوي، ملفت كتير، مبدع لفرقته، واثقين في امكانياته ان هو يقدر يحل في اي وقت، وهو في حالته كمان، ما هي بتفرق النجم في التوب فورم ولا لا، هو الحقيقه ما شاء الله في افضل حالاته في البطوله دي. كويس قوي، هو عارف جاي عايز ايه بالظبط من الدوره من البطوله دي. جمال من ماضي بيعمل مجموعه سيناريوهات، ده اللي احنا شفناه او اللي حد خد باله، اللي اشتغل في سنه الصغير دوت كمدير فني، قرا حاجات في الملعب مهمه قوي، ثبات التشكيل، التغيير في اضيق الحدود، شحنه للروح في فرقة الجزائر، هتلاقيه تملي غامض في تصرفاته في الملعب وبيلعب بطريقة مختلفة عن كل مباراة. لو انت شفت المباراة كلها جمال من ماضي ليه تركة بتعلي كفة الجزائر، ليه تركة صغيرة في التسعين دقيقة بيعلي فيها كفة الجزائر. هتلاقي السجية التانية الضغط كله على ماني، مع زي ما انت بتقول بقى نيران صديقه، انا هعمل اللي عليا وممكن تصادف كره، بس احط الكره في الاتجاه الصح. المباريات اللي زي دي استاذ محمد تخلص بكره ثابته
تخلص بكورنر او بكره ثابته. متوقع المباراه دي مباراه هدف او فارق هدف، مباراه 1-0 ومباراه 2-1، ولا مباراه فيها عدد كبير من الاهداف؟ 1-0 والموضوع منتهي ايا كان من الفرقتين. اصل ده مش هيبقى جيم مفتوح، ده نهائي خلاص. يا اما حصلت على البطوله يا اما بقيت الوصيف رقم 2 وخلاص. كل منتخب زي ما حضرتك قلت بينزل يشتغل في اول المباراه انه ما يدخلش مرمى هدف. هقول لك حاجه وبعدين نتكلم، ما نعرفش حاجه عن المباراه هتشتغل ازاي. اول 10 دقايق بكل المقاييس هتلاقيها جس نبض في نص الملعب ما بين الفرقتين. بعد كده كل مدير فني يبان السيناريو بتاعه، الانطلاقات بقى انا داخل بقى ايه، بنفس حرب، بجس النبض اللي قدامي اخباره ايه، وابتدي احارب بجميع الجبهات بقى، ابتدي اشتغل كويس. الظاهره اللي اشرت لها كابتن عمرو انها من اقل البطولات في معدلات التهديف او في عدد الاهداف اللي احرز خلال بطولات كاس الامم في كل بطوله او كل نسخه منها، ايه سبب ده؟ ايه تفسيرك لان الاهداف قليله؟ عمله الفيرود مش موجوده، العمله الغاليه شويه مش موجوده، العمله حراس مرمى ولاعيبه نص ملعب بس. يعني انا لو جيت هتكلم عن بلدي مش هقدر اتكلم عن الفرق الثانيه، لو كنت على بلدي هتكلم على الشناوي، هتكلم على طارق حامد، هتكلم على تريزيجي ومحمد صلاح. لو فكرت في باقي هتدي درجات، تنقص درجه تعلى درجه بس. اما فارق هم الشكل العام. بينما كان دايما بنتكلم في بطولاتنا عن الهداف، دور الهداف في اي بطوله. انت كنت بتتكلم على عمرو زكي، وبتتكلم على عماد متعب، وبتتكلم على زيدان، وبتتكلم على بوتريكا، وبتتكلم على بركات، وبتتكلم على حسام حسن، وبتتكلم على حسام حسن. لا كابتن حسام ملوش دعوه بالموضوع بقى، قصه او نموذج للاهداف. ده موضوع الهداف تاني، الهداف اللي يدخل يحرز 7 اهداف في نص واحده من البطوله. يا استاذ محمد بص، انا عشرت كابتن حسام 10 سنين في حب وود وعشق بينه وبين الشباك مش طبيعي. مقتنع انك سيرد باك او ليبرو هتخطا، وهو صياد اخطاء هايل. لعبت عليه وانا في المحله، ولعبت عليه في التمارين نايم قناص. كابتن رمضان نفس الكلام، كابتن ايمن شوقي نفس الكلام، فيليكس نفس الكلام، الموضوع منتهي. بص لعبت على فراوده كتير قوي، بس كابتن حسام عنده يقين ان هتيجي فرصه، ربع فرصه يحرز منها. بص هقول لك على حاجه بره الموضوع. احنا في السعوديه كنا بنلعب بطوله الامم، بنلعب بطوله العربيه، والموضوع مع الكابتن جوهري شادد. كنا في سوريا بقى والموضوع شادد جدا، وكل شويه كابتن حسام تيجي له كره تترفع بالعرض يقوم واخدها فيرست تايم. الدكتور احمد مجدي يقول لك برضه هو يقعد يعملها على الطاير. في ماتش السعوديه هي الكره الوحيده اترفعت، خالد عيد، ايمن منصور اترفعت، هي اللي نهت الموضوع. مقتنع بامكانياته اللي هو بيعملها وبيسعى عليها، اصل ده سعي. هنا كلامك معناه ان العمله دي بقت نادره مش بس في مصر ولكن في المنتخبات الافريقيه كلها، المهاجم الصريح اللي هو بيحرز عدد كبير من الاهداف، اللي بيقدر من ربع فرصه يجيب جون. احنا بنتكلم في واحد كان طلبوا باعدامه في مصر انه يبطل قبل 98 في 98 اما رجعوا من اخر مباراه في كوريا قال لك يبطل. هو مين هدف البطوله؟ حسام حسن ومكارسي، ما في غيرهم. انا كنت موجود في الوقت ده. راجل يا جماعه، لا كابتن حسام ما يقارنش بحد، مش تقليلا من اللي موجودين او تقليلا من الجيل اللي قبل، لا. عمرو زكي له مهام، متعب فنان، زيدان امكانيات ومهاره، يعرف يتعامل مع مع الفرق الافريقيه دي عشان هو راجل احترف، وسرعه وضغط عن المدافعين. زيدان كان عنده مواصفات اوروبيه، عنده طريقه تانية في الاداء، بيلعب برجل اتنين، وعنده حاجات، عنده امكانيات كتيره يقدر يحل بيها الغاز. احنا اللي موجودين دلوقتي بنقول حسام حسن كنا بنقول فيرويد والموضوع منتهي. يعني في وسط دول الاسماء دي جاب جون مفهوم. يعني احنا بنتكلم عن بشكل عام، يعني بشكل عام الظاهره دي انه ما بقاش في الفرود الصريح اللي هو اهدافه كتير في البطوله الواحده، دي مشكله بتواجه القاره كلها. استاذ محمد مش منتخب مصر بس، انا هنا في البرنامج وفي حلقه حضرتك قلت لك حتى لو كان في غيار لمروان مش هتلاقي احمد علي، مش هتلاقي احمد علي. طب انت واخده ليه؟ ده هدف دوري يا عم، ما تديله فرصه انه يقدر يهدف. انت مصمم مروان كوكا الاثنين مش موجودين يبقى صلاح، ونزل حد في نص الملعب. لسه انا سامع حد من كبار النقاد المصريين كان بيتكلم في الراديو من يومين، بيقول وبيسخر من فكره انه لاعب يحرز 18 هدف في الدوري الممتاز وما ياخدش فرصه، يعني او ينزل يعني مش عارف يهدف معدوده في البطوله. يبقى انا ايه الرساله اللي ببعتها للناس او بوصلها؟ لان اللي هيتنافس فيكوا الافضل مش هيلعب، يعني دي مشكله او دي اشكاليه كبيره. طموح. ما يعرفش حاجة اسمها سن كبير وسن صغير. تفوق على كل الفراودة اللي موجودة في الأندية الكبيرة، أولهم أهلي وزمالك بالمحترفين اللي جايبهم مثلا بيراميدز،
راجل من فرقة عماد النحاس اداله كل دعم وكل اكسير الحياة، وكان على مستوى الثقة، يكافئ المقاولين العرب كاسم، ويكافئ كعماد النحاس كمدير فني، ويكافئ فرقة المقاولين بامكانياته. طيب خلينا ننتقل لبعض المحاور التانية. في إشادة في الصحف التونسية يا كابتن عمرو بيقولوا خروج مشرف والناس ماسكين في الفار، ببساطة كده الناس رامين أو بيصبوا غضبهم على الفار، بيقولوا الحكم الفيديو المساعد ده آفة، والتكنولوجيا دي مشكلة، وإنها أصابت كرة القدم بقدر من الظلم، وإنها دايما بتيجي يعني ضدنا أو مش في صالحنا إلى آخر هذه الأمور. هل في أخطاء جسيمة ممكن تكون تسببت في خروج فريق بشكل غير مستحق؟ تونس ده ضرب جزاء واضحة مش محتاجة، شايف إنهم لهم حق في إنهم يكونوا ما فيهاش كلام. بس في نفس الوقت ده جزء هنسلط الضوء عليه، بس في نفس الوقت فرقة تونس كانت تقدر تكسب. هدف ساسي لو كان أحرز بين الهدف كان الموضوع خلص. يعني أنت فرق في الدقيقة 85 86 أو 80 81 ضربة جزاء لتونس، الجهة الثانية لفرقة يعني شايف إن الكورة دي اللي تابعها الحكم أكتر من مرة كانت ضربة جزاء مستحقة للمنتخب التونسي. خلاص غيرت شايف إن لهم حق في غضبهم وغيرت الموضوع خالص. ما هو ما أشادش بالفار ده، صب غضبه على حاجة معينة هو حس إن هي ظلمته. ما أنت هدف وصلك للنهائي لهدف خرجك من البطولة خالص. هما بيقولوا ان المنتخب التونسي خروجه مشرف، الصحف وسائل الاعلام التونسيه بتقول انكم ادائكم مشرف، وانهم راضين، الاوساط الجماهيريه والاعلاميه في تونس بتقول انتوا ادائكم تحسن من بدايه البطوله وصولا الى السيمي فاينل، ان كان في رضا عن التغييرات اللي حصلت. ما نعرفش طبعا اذا كانت من داخل الجهاز الفني من العناصر المعاونه لالان جريس او رؤيه من الاتحاد التونسي، لكن حصل تغيير مفاجئ في مباراه غانا. ايه اللي ممكن يعمل تغيير بالحجم ده في منتخب في مرحله من مراحل البطوله يا كابتن عمرو؟ خمس لعيبه مره واحده بيتغيروا في الملعب، شكل اداء الفريق بيتغير بشكل افضل بكتير. انت واثق في قدراتك اللي انت ضمتها، انت ما عندكش البديل الكفء اللي تعلي بيه. انت بتغير في وقت، انا واصل لدقيقه 85 وماسك زمام الملعب، قررت اني نزلت وليد، مش تقليلا في وليد ليه حاجه معينه، ليه مهام معينه. انت خرجت قلب الملعب لاطراف الملعب، قلب الملعب نفسه، حتى لو انني مش الديفندر المدافع زي طارق، في كل الاحوال عنده ملكه ازاي اخرج بالمباراه للامان. انت نزلت وليد عشان تهاجم، هي بعد الدقيقه 85 86 ابتدت تهاجم عليك كونتر اتاك في لقطتين، جون وانفراد، والشناوي كان ممكن بعد التغيير اللي حصل ده ما فيش، يعني اتكلم بدقيقتين ثلاثه بعد هي التغيير. كورنر اتردت الجهه الثانيه، يعني انت كنت على التهديف راحت الجهه الثانيه، بقت بيها مشكله. وانت وصلت بيك لانك انت بتضغط بكل امكانياتك وانت مش حاطط في احتمالاتك للكونتر اتاك، التعامل مع المرتدات عليا ازاي في الملعب. ما انا وصل بيها في الاخر ان الكره كانت 2-1 رايحين على مساك واحد، خلاص انتهى الموضوع. يعني هنا شغل الجهاز الفني ازاي يغير تغيير سليم في الوقت، خصوصا انك الوقت ده هيدي لك فرصه لضربات جزاء ترجيحيه الاكسترا تايم. يعني كان ما فيش ما يبرر اللي حصل ده في التوقيت ده من المباراه. امتى تعمل ده؟ اما اكون حاسم المباراه بهدفين وببتدي امسك زمام الملعب ويبقى عندي محطه من على الاجناب اقدر احل بيها، او اما اكون متاخر عن الفريق اللي قدامي خسران بقى بهدف وعايز اعوض بقى، واحد لازم زي اغامر اتنين. واحد زي اتنين انا بغامر وخلاص، واحد زي اتنين دخل فيه هدف او دخل فيه هدفين، انا بقى درون. طب ما انا ما افقدش البونت اللي معايا، خلي ضربات الجزاء هي السؤال او الاجابه لحراس مرمى للفريقين. يعني متفق مع وسائل الاعلام التونسيه اللي راضيه عن اداء فريقها وبتقول انه قدم مستوى مقنع ومرضي خلال البطوله، وانهم ظلموا في موضوع ضربه الجزاء. مقتنع تماما ان ضربه الجزاء كانت تغير كفه المباراه خالص. طب شايف ازاي اشكاليه الفار دي؟ المفروض الفار ده كان يحسم حاجات كتير قوي، واتعملت التقنيه دي يا كابتن عمرو علشان مفيش فريق يتظلم ولسه في خلاف. يعني بنعيد اللقطه في الفار والحكم يشوفها ويفضل الناس مختلفه عليها مع اعادتها 10 مرات قدام. شروطها ايه؟ اللي يرد عليها دي الحكام الكبار الموجودين عندنا في مصر. شروطها ايه؟ حكم المباراه هو صاحب القرار النهائي، ام الاتصال عن طريق السماعه ان المجموعه اللي داخل الفار او اللي داخل الغرفه هم اللي شافوا على الشاشه ثلاثه اجمعوا فبيرفضوا راي الحكم اللي في المباراه؟ لا، دي لازم يبقى فيها اتفاق. لسه برضو هندور على مشاكل، لسه برضو هندور على شماعات. الحكم اللي في الملعب مع شاده الثلاث حكام او الاربع او الخمس حكام الموجودين في الفار لازم يبقى في تنسيق ما بينهم، ان القرار خماسي رباعي سداسي المجموعه كلها متفقه. مش في الاخر انت بتقول لك لا مش ضربه جزاء زي مباراتنا مع السعوديه.
عادها ثلاث مرات وهو مصمم ان هي هدف وصمم ان هي ضربه جزاء. احنا شايفين لا هو شاف اهو خلاص، يبقى القرار في الاخر في الاول حتى لو استعان بالمجموعه اللي موجوده في الغرف يبقى القرار حكم الملعب. هنفضل دايما ان الحكم هو صاحب القرار وان احنا في النهايه لازم نتعامل مع ده، ده واقع هنفضل نتعامل معاه في كره القدم. مجموعه ادوار والقرار في النهائي اللي موجود في الملعب. لكن لسه مع الفار ومع اعاده اللقطه وان الحكم ياخد وقته ويخرج من الملعب او يسمع بالسماعات من الفريق اللي بيعاون او من الحكم المساعد، عدى دقيقه يا استاذ محمد، في لقطات بتبقى حتى مع اعادتها صعبه قوي القرار فيها. عدى دقيقه في مباراه تونس وسنغال، عدى دقيقه. وفي قرارات بيبقى الناس حتى اللي قاعده بتشوف المباراه في اي مكان بيتكلموا مع بعض، نصهم شايف انها ضربه جزاء ونصهم مش متفق مع الكلام ده. مش بتكلم عن مباراه معينه بشكل عام يعني، انت بتتكلم بشكل عام ان اللقطه ساعات مع اعادتها ثلاث واربع وخمس مرات صعب انك تحسم راي على اللقطه دي اذا كانت. هقول لك على حاجه، وانت بتتفرج بتبقى الرؤيه سريعه، اما بتهدى شويه وبتبعد حبه وبتشوفها بهدوء تبتدي تحدد الرؤيه السليمه زي التشخيص. الناس بتبدا بقى تدخل في تفاصيل، اللاعب كان متعمد ولا كان بيحاول يهرب من الكوره وخبطت فيه، استنى مبررات بقى، هل كان بيبعد هل ايده وقصد ايده تعترض الكوره ولا كان بيحاول يرجع بايده بسرعه. بتاعت تونس من رمي التماس وقفت على ايد، مفيش حاجه اسمها دي في طريقها للجون، طريقها للجون. لا هي في فرق بين ان انا بسدد وايدي ثابته في مكاني عن ايدي في ارتفاع معين وكره وقفت عليها، زي الكره اللي جت في ماتش جنوب افريقيا في كوع ايمن اشرف بس حاطط ايديه ورا ظهره. لا خلاص لعيبه جنوب افريقيا اشرف الحكم ما فكرش فيها لان اللعيب حاطط ايديه ورا ظهره، الكره مش ممكن تتحسب يعني. دراعاتك حمايات في الاداء بالنسبه للمدافعين، الجناحات اللي انت بتساعد بيها هي عايزه تبعد ما بينك وما بين الفيرود عشان اما يحصل التحام تبقى انت مامن نفسك لاي خبطه تيجي من اي اتجاه. في الوقت دوت توقيتك، التوقيت والالتقاء في الثبات ده اللي بيفرق مدافع عن مدافع. وارد انك بتطلع بالجنب مغمض العين، اما بتكون انت مفتح عين ما هتاخدش النتيجه في ايدك. انت لسه بتقول ايمن اشرف حاطها ورا ظهره خلاص، يعني مش ممكن بقى الحكم يعاقبه هنا. هو داخل للكره وهو عامل حسابه ان انا باعد ايديا عن اتجاه الكره خالص، وانها مش عامله اي حيز خارج جسم اللاعب، مش معترضه طريق المرمى. طول ما الكره في اعتراضها لطريق المرمى تحسب ضربه جزاء. طيب انا برضه مش عايزين نتكلم عن منتخب عن منتخبنا الوطني شويه بمنتهى الصراحه، رايك ايه في اجيري وشغل اجيري خلال فتره الاعداد للبطوله وخلال فعاليات البطوله نفسها؟ مفيش حاجه اضافت لمصر، مفيش حاجه اضافت للعيبه، هو ما اضافش حاجه. في مدير فني بيفرق مع فرقه، وفي فرقه بتعلي اسم مدير فني. اجيري زي كوبر، اقل من كوبر، افضل من كوبر؟ اقل من كوبر. اقل في ايه؟ طبعا هو كوبر كان بيمشي بالشعار بتاع ادافع واستنى المرتدة، واستنى ربنا يكرمني في المرتده اجيب بيها جون. اجيري طمع الناس ان اللعب بتاعه مفتوح، انا بهاجم. كان زمان واحنا موجودين كان يقولوا الخواجه، كان يقول لنا انا مستر هولمان بيسالوه قال لهم انا بجيب اربع خمس تجوان، ايه يعني بيجي فيها جونين؟ بس الكلمه لكن ده تصريح هولمان الشهير لما كان بيقول انا بكسب 4-2 و5-2، ما تكلمونيش عن الاجوان اللي بتدخل مرمى الاهلي طالما بكسب كتير. واخر المده قال كلمه، انا شبكتي قعدت لغايه 16 مباراه في وجود الكابتن شوبير وخط دفاع النادي الاهلي ابو الذهب والحديد وكمونه ومشير عذراء ولم يتم فيها التسجيل. 16 مباراه وصلنا لل 18 كنا بنتراهم مع بعض واحنا عادي، ها مفيش خلاص ماشي. واما دخل هدف كان الكابتن شوبير غير وكان كابتن اكرامي مدي تجربه للتبنسوت وكسبنا المحله 3 وجي جون في اخر دقيقه وكسبنا 3-1، كان اول هدف دخل. ايه اللي خلاه يوصل من المرحله دي للمرحله دي؟ يعني راينر هولمان الشكل الهجومي الشرس جدا هو كان مركز عليه في البدايه، ازاي قدرتوا توصلوا لمرحله الاداء اللي هو فيه بيرفكشن، الى الاداء المثالي في الملعب اللي يخليني مع غزاره الاهداف كمان ما يدخلش مرمى اهداف؟ ان انا متاكد من امكانيات فراودتي ان هي بتهدف، انا دوري ان انا امنع التهديف عليا. يعني كان هادي وكابتن اسامه الناس اللي كانت موجوده في الملعب كانوا حاجه تانية خالص، كابتن ابراهيم حسن. عايز ارجع بقى لكوبر واجيري، مين عمل ده ومين ما قدرش يطبق ده يعني مين عمل كوبر فهم الدرس وعاش مع مصر كويس قوي وتعامل مع امكانيات اللعيبه وامكانيات التهديف للمنتخب المصري فرصه قصاد 90 دقيقه، 90 دقيقه انا مقفل وبلعب على الفرصه. اجيري ال 90 دقيقه انا بهاجم وما عنديش ادنى شك ان انا هيجي فيها اهداف، لا مش بالعكس، انا 90 دقيقه بهاجم والوحيده المرتده عليا هي نسبه النجاح للفرقه الثانيه. فشايف انه حتى ما فيش شكل سليم للاداء الخاص بمنتخب مصر في البطوله دي لا دفاعيا ولا هجوميا،
ما فيش شكل حتى شبه اللي كنا عاملينه ايام كوبر اللي هو كنا كمان بننتقده وما كناش راضيين عنه. لكن حضرتك بتقول يا كابتن عمرو انه افضل او له شكل وله مردود في الملعب ونتائجه وانعكاسات شغله الفني افضل كتير من شغل اجيري. في حاجه واحده انت مع اجيري انت التهديف مهاره مراوغه وامكانيات لاعب تريزيجيه سرعات محمد صلاح وتهديف كور عرضيه استعمال الفرص الضعيفه لتحديد اهداف محمدي خلاص. اما كوره بامكانيات المره الوحيده اللي احنا قلنا فيها هي اول مباراه ما شفنا الوان تو هات كتير ما بين صلاح وما بين عبد الله السعيد وما بين مروان وفجاه بدون تهديف برضه بتستعمل اللاعب الجوكر رقم الكومي رقم واحد للتهديف يا صلاح يا تريزيجيه. ايه رايك في الاختيارات ايام كوبر رغم انتقادنا الشديد واختلاف كبير معاه في اوساط النقاد الرياضيين وفي وسائل الاعلام ورأي الجماهير كمان في طبيعة أداء منتخبنا تحت قيادة كوبر اللي ما كانش مقنع على الإطلاق، لكن كان في أوراق كتيرة متاحة مع المجموعة اللي موجودة في رمضان صبحي في كهرباء في عناصر ممكن تضيف في الملعب، حتى ده فقدناه مع أجيري. أنت في الوقت اللي أنت بتختار فيه يعني أنت ضميت وليد سليمان بعد ما زهقته فترة طويلة أحسن لعيب في مصر. أنت جات عليك ضغوط عشان تاخد عبد الله السعيد. سمعت هتافات ومقارنات احسن باك ليفت في مصر عبد الله جمعه ايه الموضوع؟ ايه المشكله؟ ما عندكش الهاف اللي يعمل باس يجيب هدف زي صالح جمعه. الوقت ده انا بلعب باسم مصر مش بلعب باسم اشخاص. انا عايز اللي يحل لي اللغز. انا عندي اللي هيوديني للجون. اللي هيخلي في ناس كتير كمان يا كابتن عمرو بتقول ان كارت مهم جدا زي عمرو السوليه بقدراته انه بيقدر يلعب دور الهاف ديفندر وعنده التالنت عنده المهاره في الهجوم وبيقدر يكمل ويحرز اهداف كان يبقى من البدائل المتاحه قدام المنتخب كان يبقى مع المنتخب في البطوله زي لسه ما كملتش كده محمد هاني واحمد فتحي انت بتقيسها ازاي سن ومش سن مفيش حاجه اسمها سن سن ايه ما انت خدت احمد محمدي المحمدي وراجل هايل وخدت احمد علي هداف الدوري اللي انت ما لعبتوش إيه الكيمياء اللي انت اخترت بيها دي كميتك انت او الضغوط اللي عليك خليتك اخطاء كبيره اه طبعا هي انا بقى فيها كبر ليه ان انا ما اخدش باك ليفت هيحل لي الغاز عنده من المهاره عنده من المراوغه عنده من الكروس باس لعيب كويس محمد هاني نفس الكلام هي اللعيبه دي ما بتتكلمش ما بتطلعش تدلب اي احاديث صحفيه خلاص يبقى انا كلامي منتهي انت خدت ايمن اشرف هو قعد سنه كامله او سنتين بيلعب مساك صحيح احمد ايمن منصور نفس الكلام سنتين ثلاثه كاملين بيلعب سنتر باك بال 4 و5 من ايام المصري وبعدين قلت بقى اجربه اخرجه بره ده انت خدت عمر جابر باك ليفت خفت لحسن النقاد تضايقك قمت لف في الدايره وحطيته ناحيه الرايت قدام المحمدي او جنب المحمدي غيار مع انه بقاله فتره ما بيلعبش باك رايت انت هي الناس كلها اجمعت على انه كان اختياراته سيئه جدا وان قدراته الفنيه كانت اقل كثيرا مما توقعناه ومن قيمته التعاقديه ومما قيل عنه يعني من كل شيء الحقيقه. طيب كابتن عمرو خلينا ننتقل لايجابيات البطوله طبعا الشكل والتنظيم وكل شيء زي ما قلت الامور كلها يعني تسعدنا ونتمنى انها تكمل بنفس القوه ان شاء الله ونفس القدر من النجاح والابهار في مباراه الختام وفي حفل الختام ان شاء الله. خلينا نتكلم شويه عن ابرز نجوم البطوله فنيا مين اكتر النجوم اللي استمتعت بادائهم في البطوله حتى الان انا مبسوط بتريزيجيه عن اي بطوله تانية ظهر شويه محمد في الاجزاء اللي اتعمل فيها كان ايجابي الاجزاء اللي كانت موجوده في الملعب محمد صلاح محمد صلاح ماني بس تصاعدي في البدايه كلنا حسينا ان هو مش موجود رياض محرز من اول دقيقه من اول دقيقه متالق في البطوله شفنا ناس طيب خلينا قبل ما نكمل كلام كابتن عمرو نشوف التقرير التالي عن واحد من ابرز نجوم البطوله واللي تالق وتالقه اسهم في صعود منتخب بلده المنتخب الجزائري الى المباراه النهائيه مساء الجمعه القادمه ان شاء الله خلونا نشوف هذا التقرير عن رياض محرز كثير هم من يمتلكون المهارة على البساط الأخضر وقليل من يستحقون لقب الشخص القائد وإذا جمع لاعب الكرة بين الشخصية والمهارة فإنه يصبح مثالا وقدوة لزملائه ولبقية اللاعبين هكذا
قدم رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتي وقائد المنتخب الجزائري المثل والقدوة بعدما قاد رجال صحراء إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عقب التغلب على نيجيريا بهدفين مقابل هدف ليصبح منتخب الجزائر أقوى المرشحين للتتويج باللقب القاري بين كبار القارة السمراء. صاحب الرقم 28 أضاف جمالا وتألقا جديدا لرقم 7 والذي يرتديه أصحاب المهارات الفردية حول العالم والأكثر جهدا وعطاء على المستطيل الأخضر ليبهر الجماهير الجزائرية والعربية على حد سواء خلال مشوار البطولة. ولما لا، فمنتخب الجزائر ما زال حتى الآن الأقوى دفاعيا، لم يستقبل سوى هدفين منذ انطلاق الكان، والأقوى هجوميا بعدما سجل لاعبوه 12 هدفا كاملا. رياض محرز هو أحد نجوم القارة السمراء المتوجين بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية. حصد لاعب الجزائر لقب أفضل لاعب في إفريقيا عام 2016، كما حصد لقب أفضل لاعب مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016. مسيرة احترافية مشرفة خاضها الدولي الجزائري بدأت في نادي كيمبر كيرفيونتون الفرنسي في يوليو 2010، ثم انتقل محرز بين الأندية الفرنسية حتى استقر في ليستر سيتي بعد 4 سنوات في موسم 2014، وعقب تألقه مع الفريق الإنجليزي انتقل رياض محرز في يوليو 2018 إلى مانشستر سيتي فريقه الحالي ليبدأ مرحلة جديدة من التألق والنضج الكروي. في الدوري الإنجليزي خاض رياض محرز 166 مباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، سجل خلالها 46 هدف، صنع 32 هدف. أما مع محارب الصحراء فانضم محرز إلى منتخب الجزائر في 31 من مايو 2014، شارك في 51 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدف. المحارب الجزائري تفصله خطوة واحدة عن قيادة كتيبة المحاربين نحو اللقب القاري، فهل سيواصل رحلة الإبداع في المباراة النهائية؟ زي ما شفنا مع حضراتكم آخر صورة في التقرير كانت فيها النجمين ساديو ماني ومحرز في نفس المباراة، في لقطة من المباراة اللي جمعت المنتخبين في المجموعة، منتخب السنغال مع المنتخب الجزائري واللي فاز فيها المنتخب الجزائري بهدف نظيف. هل يتكرر نفس السيناريو ويكون الفوز حليف المنتخب الجزائري أم يقلب الأمور لصالحه منتخب السنغال في المباراة القادمة في النهائي مساء الجمعة القادمة؟ وكان طبعا نجوم البطولة زي ما قلنا من بدايتها وقبل أن تنطلق حتى مع الظروف الخاصة فنيا بمنتخب مصر اللي لم تسمح له بالاستمرار أو أنه ما ظهرش بالشكل المتوقع منه لعوامل كتيرة اتكلمنا عنها وزملائنا اتكلموا عنها في الفضائيات المختلفة، وإن شاء الله الأمور كمان يتم العمل على تطويرها وإصلاح هذه الأخطاء في الفترة القادمة. لكن بإجماع الآراء كان محمد صلاح طبعا واحد من أكبر نجوم هذه البطولة مع ساديو ماني ومع رياض محرز، ولكن عدم استمرار منتخب مصر في السباق طبعا أثر على استمرار صلاح كواحد من أبرز نجوم البطولة نظرا لخروجنا المبكر في دور الـ16. رياض محرز مين أبرز نجوم البطولة؟ برجع لسؤالي اللي سألته لحضرتك مرة تانية كابتن عمرو، رياض محرز ومين تاني وليه هما نجوم البطولة دي؟ رياض محرز وماني هم خلاص. ليه؟ من أول دقيقة لآخر دقيقة، من أول مباراة في بداية انطلاق البطولة لغاية المباراة النهائية اللي هتلعب يوم الجمعة، الراجل مستواه ثابت وبيزيد بوضوح إنه بيعلي كفة فرقة. في إمكانيات، في وإحنا في الفصل بنتكلم في إمكانيات لعيبة كتيرة موجودة في الجزائر، بغداد بنجاح وجندي مجهول، بس الألماظة اللي بتعلي كفة منتخب الجزائر امكانيات رياض محرز باقناع جمال بن ماضي ان هو اللي هيعلي كفه الجزائر. يا جماعه ده شغل نفسي بيعمله المدير الفني على اعلى مستوى. انت بيحققوا المكسب وبغداد بنجاح بيبكي في الصوره لان هو ما كانش في ضربه الجزاء ليه الحظ انه يحرز الهدف. طيب خلينا نتكلم عن ننتقل من الحديث عن كأس الأمم الأفريقية لمعسكر النادي الأهلي في إليكانتي الإسبانية، متفوق بفارق كبير جدا من الأهداف في المباراة الثالثة مع أوكام الأسباني، كانت انتهت نتيجة الشوط الأول بتفوق الأهلي 6-0، ودي ثالث مباراة وآخر المباريات الودية اللي بياخدها الأهلي في معسكره الأوروبي استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز. شايف إزاي هذه الوقفة، السفر لأوروبا، المعسكر الأسباني وتجهيز الفريق والتركيز كأننا فعلا بين موسمين؟ بص محمد، ذكاء شديد
مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والجهاز الإداري بقيادة الكابتن سيد عبد الحفيظ وقبل أي حاجة كابتن محمود الخطيب، أحسن وقت تفصل ما بين قبل منهي البطولة للفترة اللي فيها البطولة. أنا حولتها من فترة راحة لفترة إعداد، منها فترة إعداد تبدأ بعد بطولة الأمم لإنهاء الدوري، ومنها تجهيز بقصب اللعيبة الخارجية لتبادل اللعيبة لخروج اللعيبة للإعارات لرجوع الإعارات للنادي الأهلي. وقت هايل لده، إحنا بنشفق بس على اللعيبة بتاعت المنتخب أما تنضم. فترة الاستشفاء بتاعتهم ان هم يعتبروا انضموا فعلا المعسكر، وكنا من يومين في متابعتنا في تركيز من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومن عناصر الجهاز الفني على انهم يرجعوا اللعيبه بسرعه، يخرجوهم طبعا من الاثار النفسيه. طبعا الكل ما كانش راضي وكان محبط نتيجه الخروج المبكر، لكن ان هم يدخلوا بسرعه مع الفريق، وان كان الجهاز قال انه ما كانش قلقان على الناحيه البدنيه لانهم لعبوا 4 مباريات رسميه في كاس الامم. اهم حاجه في الوقت ده انت لسه حضرتك بتقول يا استاذ محمد الحته النفسيه. خلاص بطوله وانتهت، ما فيش نصيب ان احنا نكون موجودين فيها. على وشك النهايات والدخول في حسم بطولة الدوري في مباراتين الأهلي والمقاولين والزمالك والإسماعيلي ثم الأهلي والزمالك. تطلب إيه من نجوم من لاعبي النادي الأهلي قبل ما يخوضوا المباراتين المتبقيتين؟ نجوم النادي الأهلي بنقول لهم إحنا كنا بنتفرج على بطولة أمم، وإحنا منتظرين نشوف بطولة أمم تضاف للستة وثمانية والعشرة. الجماهير اللي موجودة في مصر هي 100% بل 99% جزء أهلي وجزء زمالي، فهنا النادي الأهلي يفرح بقى الناس اللي كان فيها قلبها حزن وبكى لبطولة أمم. كانش لنا نصيب إن احنا نحقق حتى وصول الأدوار النهائية، فأعتقد إن لعيبة النادي الأهلي بتفكر بشكلين، حسم بطولة وبدء بطولة جديدة، بس بتمشي بالسيناريو الأول حسم البطولة الحالية الأول. طب إيه أكتر الحاجات أو الأهداف الفنية اللي كان لك ملاحظات عليها في الفترة اللي فاتت خلال مشوار الدوري يا كابتن عمرو، واللي بتتمنى يكون الجهاز الفني اشتغل عليه حققها في المعسكر ده؟ لو أنت بصص عليها زي هي ارتفاع معيار التهديف أيا كان مين. بقت اسلوب التهديف من مدافع لنص ملعب لفيرود، ابتدت الامور بقى فيها استقرار، عدم ادلاء باي احاديث زي استمرار الدوري قبل بطوله الامم وما يحصل انطلاق للبطوله، قرب مستر لاسارتي للعيبه، انضمام اللعيبه والانسجام اللي حصل في معسكر اسبانيا. هترجع تقول ايه هو ده النادي الاهلي اللي انا عايز اشوفه في الشكل ده؟ يعني تتمنى معدل التهديف يزيد؟ ده كان اكتر او ابرز ملاحظاتك اللي كنت تتمنى انها تتحقق من خلال فتره الاعداد. اخرج من الموقف اللي انا فيه، اسافر لدوره بره، العب في دوله اوروبيه، اعلي نسبه التهديف ايا كان اسم الفرقه انا بلعب قدامها. المكسب والتهديف بيجيب سكور، بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه للعيبه. دلوقتي لعيبه النادي الاهلي بقت كلها بتتكلم في ادلاء في شريط. طب ليه ألعب؟ استفيد فنيا ازاي؟ يعني في ناس بتتابعك وتسمعك دلوقتي يا كابتن عمرو ممكن يقولوا ايه، طب ايه الاستفاده من ان انا اواجه فريق يعني مثلا الاهلي فاز في اولى مبارياته الوديه على سوكر سمارت 9-0، فواضح ان في مستوى وفارق فني كبير جدا بين الفريقين. في ناس تشكك في المباريات دي، يقولوا طب انا ايه استفادتي الفنيه اما لاعب فريق مش منافس حقيقي في الملعب وما اقدرش اقيس عليه مستوى المباريات الصعبه اللي هلعبها؟ احسن من التمرين. وناس تقول لا ده مفيد جدا فنيا، عايزين نعرف من خبراتك اهميه المباراه. احسن من التمرين في كل المقاييس. انا لو جمعت فرقتين من الاهلي الف وب ولعبتهم ضد بعض احسن مباراه مع اي فرقه. لا، لازم يبقى فيه انطباع، ما انا برده ده اللي بلعب عليه ده زميل ليا، غير ما بلعب مع خصم ايا كان امكانياته انا حاطه في قالب معين هعرف اتعامل معاه ازاي. 9-6، طب ما احنا مره من المرات واحنا في المانيا مستر هولمان قال لنا، احنا هنلعب فرقه هامبورغ، قال لنا لو خسرت الشوط الاولاني 5-6 ما تزعلوش، انتوا تلعبوا ثالث الدوري الالماني، الشوط الاولاني 2-0 لينا، 2-0 لينا. شوف الحافز بقى عند اللعيبه ومع فريق كبير بتلعبه. ازاي يقول لنا احنا كده؟ يعني هو ليه كان ايه هدف بقى يعني ازاي يقول لنا كده داخلين الملعب وبيلعبوا النادي الاهلي 5؟ احنا بقى بينا وبين بعض 5-5 مين؟ يعني ما ينفعش ما يجيش كشري وفيليكس ازاي بيقول الكلام ده؟ 2-0 الشوط الاولاني، جاله عروض بعد المباراه دي، بقى اشهر مدرب في المانيا بعد المباراه دي، ما كسبنا كنا الشوط الاولاني 2-0،
وشوط تاني تعادلوا معانا 2-2. طيب هو كان بيحطكم في اختبار ولا كان بيتكلم جد؟ كان مش عايزكم تحبطوا لو خسرتوا بنتيجه كبيره، ولا كان بيحاول يشوف انتوا ثباتكم الانفعالي؟ يعني هتتعاملوا مع الكلام ده ازاي؟ ده كان الراجل لسه اول مره يمسكنا يشوفنا. كان بيتكلم جد يعني؟ كان بيتكلم بجد. اه طبعا متوقع انكم تخسروا كتير. ده تاني الدوري الالماني، وهتلعبوا اول فرقه في الدوري الالماني، تاني فرقه في الدوري الالماني، فلو خسرتوا 5-6 ما تزعلوش. يعني احنا بينا وبين بعض ازاي؟ طب هل عملت مفاجاه فنيه لمستر هولمان نفسه في المباراه دي؟ هو نفسه اتفاجئ بالمستوى اللي الماتش ده لو موجود. انا الماتش دوت في كوره كنت بلعب على تشكوف بتاع منتخب بلغاريا، ما كانش شويه الكوره من حماسنا شد دماغنا. الكابتن ثابت انا جالي ساعتها اغماء، وقالوا الدكتور يحيى بهجت ربنا يديله الصحه والله يرحمه لو متوفي، قال كلمه مهمه جدا. قال لهم سيبوه، لازم يروح مستشفى، ده شبه عنده نزيف، انا مش عارف عنده ايه، انا فاقد الوعي، انا مش فاكر انا عملت ايه. بدل ما اشوط الكره شرط دماغي يعني من مدى يعني زي ما بيقولوا ايه فدائيتي ان هو ما يحرش جون في النادي الاهلي. ازاي يتقال لنا 5؟ احنا كنا بنغير عنه وبنغير عن النادي الاهلي لغايه دلوقتي. ده عامل مهم قوي عند اللعيبه اللي موجوده في الاهلي، لازم تغير على فريقك. انت بتلعب على احسن فيرود قدامك، روحك القتاليه مهمه قوي في لعيب الاهلي. انت بتلعب على الفيرود اللي قدامك ايا كان امكانياته، انت النادي الاهلي. بتعوض فوارق فنيه احيانا يا كابتن عمرو؟ يعني ممكن في ذكرياتك عن مهاجم لعبته قدامه كابتن عمرو الحديدي، او النجوم اللي كانوا معاه في خط الدفاع في الوقت ده، نجوم كبار سمير كمونه وغيره من نجوم الفريق، محمود ابو الدهب ومحمد يوسف مشير حنفي مع حفظ قبل الجميع واحمد ايوب. يعني مجموعه من المدافعين المتميزين اللي تزاملتوا خلال عدد من المواسم المتتاليه. كابتن علاء ابو صادق، كابتن علاء انا اتعلمت في اتعلمت منه قال لك خبرات طبعا، لانك رحت وهو من كبار النجوم في طبعًا الفريق يعني طبعًا من قاده الفريق. هل احيانا كنت ممكن تواجه الفريق يواجه نجوم فنيا اعلى منهم في بطوله افريقيه في بطوله دوليه، وتعوض وتكسب الفرق الفني ده بقدراتك وروحك القتاليه وروح الفانيلا الحمراء؟ هل دي موقف مريتوا بيها؟ هو انت دلوقتي احنا عارفين امكانيات الفرق بتاعتنا ولاعيبه نص الملعب اللي عندهم الحلول موجودين. انت بتوصله الطمانينه انك انت هو متاكد في امكانياتك انه مش هيحصل، مش هيجي هدف فيها. خلاص يبقى انا متاكد ان خط الظهر ده هيشيل اي خطر عليا، وانا في نفس الوقت متاكد وواثق في امكانيات فراوديت ان هي هتجيب لي جون في اي وقت. بس بترجع الثقه لفريقك في اي وقت مع كل هجمه مرتده بتقدروا تتعاملوا معاها، خط الدفاع وحارس المرمى، غير لما خط الدفاع وحارس المرمى يوقع الفريق، انه يبقى الفريق ضاغط ويروح على دفاعه او حارس مرماه كره سهله وتدخل هدف بتربك حسابات الفريق. محمد انا حصل موقف بيني وبين الكابتن ابراهيم حسن في كره بيني انا عدتني ما قدرتهاش كويس، والراجل هيجيب هدف الكابتن مشالها، واحنا بنجري ولا يهمك كمل الكلام ده مطلوب كتير قوي الكلام الداخلي ديك ثقه خلاص عديت الموقف. كابتن ابراهيم حسن، كابتن ابراهيم حسن اللي بيكلمني مش كابتن شوبير يلا ولا يهمك يا جماعه ده مهم قوي. الحديث اللي داخل الملعب ده اهم من العصبوره اللي بيقوله المحاضره اللي بيعملها المدير الفني. الحديث اللي بين اللعيبه وبعضها ده مهم قوي، لان ممكن موقف يرجع اللعيب للمباراه ويخليه يفوقه، وممكن موقف تاني يوقعه نفسيا، وممكن حاجه تانيه يبقى الفرقه موجوده واللعيبه اللي زمالك اللي جنبك عشان الجماهير يوم عمل ايده كده انت بتدبسني، انت بتقول يعني خلاص لبستني الجون خلاص الموضوع منتهي. لا مثلا تيجي تقول لي هات انا بشاور اهو للحارس مرمى، بعدين اقول ما تجيبش هات وبعمل كده، ما حدش واخد دي كل باله ان انا في الملعب بعمل كده. لا احنا زميلك شايلك في الملعب ولا بيهرب من مستلم الكوره ولا بيعمل ايه؟ متفقين احنا خط الظهر، كابتن شوبير بيقعد معانا خلوا بالكم ما يجوش فينا جون، الجون هيجي. اشهر موقف ده حصل ليا بالنسبه لي كان ماتش افريكان سبور هناك، كابتن علاء قال لي ما تخرجش بره ال 18 ده في كوت ديفوار. كانوا هم الاهلي منافساته دايما، انا وجمال السيد كابتن علاء وجمال السيد احنا في على الاطراف، انت ما تخرجش بره ال 18 انت شايف اللي بيلعب عليك واللي بيلعب على ابراهيم حسن طوله قد ايه؟ 198 و197 خلاص انا 190 ده هتعامل معاه ازاي ده؟ خلاص بدل انت مقتنع بيا انك هتفوقني بالكلام ده، خلاص انا عندي يقين ان انا هتفوق على ده لو طوله مترين حتى. كانت ماتشات الاهلي دايما صعبه مع افريكا سبورت واسك ابيجان، كانوا هم في الفتره دي قعدوا مشغلين لنا الماتش بتاع 3-0 اللي كان فيه الكابتن انور سامه مدير فني، اللي طرد فيه الكابتن محمد سعد وكابتن محمود صالح كانوا موجودين. ده كان ايام مين الماتش ده مع افريكا سبورت؟ المدير الفني الان هاريس ولا مين؟ كان كابتن انور. كابتن انور سلامه. كابتن انور، وكابتن انور جاب بقى الصفقات للنادي الاهلي في الوقت ده. كان جاب كابونه وابو الدهب، جاب ابو الدهب وانا وجمال ورا بعض في الوقت دوت، كل 10 دقايق شغلونا الماتش 3-0 3-0 3-0 3-0. فايه يا جماعه مش طلعتوا كام نتيجه الماتش ده؟ 1-1 عبد الجليل في البدايه،
والاخر دقيقه 57 الشوط الثاني نهينا الماتش وما رضيناش نقعد، احنا عايزين ننزل نحتفل في مصر. وجينا اول جمله قالها ألان هاريس نفس التشكيل اللي لعبت فيه في افريكان سبور هو اللي يلعب في القاهره، مش هغير حد. اول جمله قالها ألان هاريس، انا مش هغير التشكيل، هي نفس الفريق ال11 اللي بدات بيهم في افريكان سبور هم اللي هبداوا. هو ده كان سؤالي، ألان هاريس كان المدير الفني اللي هو في المباراه دي يعني، بس جماعه خلطت بينه وبين موقف اشرت له يا كابتن عمرو مع كابتن انور سلام، لكن ألان هاريس كان المدير كابتن الفني. كابتن انور السنه اللي قبلها اللي خسر الاهلي 3 هناك كان بنتكلم بقى، لكن الماتش اللي تعادلته فيه مع في الوقت ده كان 1-1 كان مستر هاريس المدير الفني. انا فاكر الماتش ده كان مع ألان هاريس فعلا. وكابتن شوقي وكابتن شطه وعملت موسم في بدايه الموسم كان موسم كويس قوي، بداته بدايه قويه جدا. انا ما لعبتش خالص، ما لعبتش على الماتش ده بس، لا حتى موسم الدوري انطلاقه الاهلي فيه كانت مع ألان هاريس. انت بقى تخيل ان الدوري بنلعب باسلوب وكان مصمم يلعب باربعه، وجينا في الماتش اللي هناك وسافرنا قبلها بثلاث ايام، وقام داخل الاوضه قال لي عمرو انت اللي هتلعب ماتش ده تلعب بتلعب بثلاثه، كابتن جمال وكابتن علاء وانا. طب يعني ده النهائي والنهائي هناك الاول، يعني مشهد اول ومشهد ثاني. طب يعني طب مين ومين ازاي انت شايف ناس بتسخن وحوش؟ طيب يعني للاعيبي الاهلي انه الروح القتاليه وانهم يستفيدوا بالشغل الفني اللي اتعمل في المعسكر ده هتحسم بنسبه كبيره جدا بطوله الدوري. هذا روح النادي الاهلي يا استاذ محمد هي بتحسم اي حاجه، مش بطوله الدوري بس، روح النادي الاهلي وروح الفنه الحمراء والتزام اللعيبه من خط ظهر لعيبه نص الملعب، سيب التهديف هي هي. كان في تقرير في بدايه الحلقه دي، لقاء تم في خلال تواجد الجهاز الفني في المعسكر، مارتن لاسارتي المدير الفني بيقول اننا فعلا حسنا من اداء الفريق ونتائجه، تداركنا الاخطاء الخاصه بالدور الاول وعدد النقاط وبقينا في الصداره، ولكن بالحسابات لم نحقق شيء لحين حسم البطوله. اعتقد ان الروح دي مطلوبه والكلام العملي ده مطلوب ينقله للعيبه انهم يركزوا جدا على المباراتين اللي باقيين من عمره، وحط ايده على نقاط الضعف اللي هو حاسس ان هو فيها النادي الاهلي، اشتغل عليها وحسن من ادائها وتدارك منها جزء كبير عشان يجي يحسن بيها. ما هو الاختيار ليه هو ازاي او الاختبار بتاعه ايه؟ مباراه مقاولين وزمالك. ان شاء الله يكونوا موفقين في حسم البطوله ونستفيد او الاستفاده الفنيه الكبيره من المعسكر حسب كل اللقاءات والرسائل اللي بتصل الينا من اسبانيا من اليكانتي موقع او المدينه اللي بتستضيف معسكر الفريق الاوروبي، وان شاء الله ده ينعكس الشغل اللي سامعين انه جيد جدا والايجابيات اللي الكل بيشيد بيها من خلال الرسائل القادمه من اليكانتي الاسبانيه تنعكس على ادائنا وعلى حسم المباراتين المتبقيتين ان شاء الله مع المقاولون العرب ثم الزمالك، وتكلل جهود الفريق والجهاز الفني بدرع الدوري الممتاز لهذا الموسم. بشكر حضرتك على وجودك معنا يا كابتن عمرو، شكرا جزيلا لك، وبتسعدنا دايما بوجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انا الاسعد، ربنا يكرمك. بعد الفاصل هنتابع كمان مع الفاصل تقرير ولقاء اخر مع نجم الفريق والمنتخب الوطني الكابتن احمد فتحي، واحد من اصحاب الخبرات الكبيره جدا سواء في منتخب مصر او في صفوف النادي الاهلي، ان شاء الله يكون له دور في المباريات القادمه ويكون من عوامل التفوق والحسم في اللقاءات القادمه في الدوري الممتاز. خلونا نشوف هذا اللقاء ونعود لاستكمال فقراتنا واللقاء القادم والتغطيه المتميزه اللي قدمها زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي. انا مش هتكلم على الاختيارات خالص ولا هتكلم على منتخب ولا منتخبنا، لا يعني في الاخر هو عدم توفيق ان احنا ما نوصلش او وفقنا ان احنا كنا وصلنا، لكن انا مش هتكلم على المدرب اختار ولا ما اختارش، في الاخر هو المدرب ولازم نحترمه وجهه نظره هو يختار اللعيبه ديت ووجهه نظره الاصلح اللي هو كان يروح، خلاص في الاخر دي وجهه نظره يعني ايا كان مين اللي راح مين اللي ما راحش، مش عايز اخوض في التجارب دي كلها، لكن في الاخر يعني ده رايه ده واللي كان رايه دولت اللي هينفذوا له الخطه اللي هو عايزها، فخلاص يعني مش هنعيد ونزيد في موضوع منتهي عشان عندنا في مصر يكبروا الموضوع او يقللوا الموضوع، لا هو لازم يبقى فيه وسط شويه
في التعامل نفسه يعني خلاص يعني ما ربنا ما كرمناش اللي احنا ما نوصلش نهائي على ارضنا، لكن هو توفيق. هو ما فيش دوري مختلف ودوري مش مختلف يعني، انا كل الدورات بتبقى صعبه وسهله يعني، في الاخر في ماتشات احنا ممكن ضيعناها بسهوله، اخر ماتش الاسماعيلي كنا كسبين 1 وتعادلنا، لكن ما فيش توفيق في الاخر في الماتش، لكن الماتشات كلها سهلة وصعبة والدوري سهل وصعب، لكن ولا مختلف ولا بتاع ولا ندي الدنيا أكبر حماد، الدنيا دايما مش عارف الدنيا بتكبر تكبر تكبر وخلاص يعني على الفاضي، لكن في الآخر ما فيش اعتدال في أي حاجة، لكن هو دوري زي أي دوري، ما كناش صراحة في الدوري كله كويسين قوي، السنة دي كان في مشاكل كتيرة جدا، الأجواء مش كويسة من أول السنة اللي فاتت، لكن في الآخر الحمد لله ربنا يعني مش دايما بياخد منك حاجة ويديك حاجة، لكن الرسالة أقول للناس يعني ما فيش حد دايما بيبقى عايز يبقى مقصر أو حد مش عايز اجتهد أو حد لا، أو كل الناس عايز تجتهد وتعمل اللي عليها، لكن ساعات ما بيبقى في توفيق ما فيش توفيق، في عوامل تانية كتيرة ساعات بيبقى غصب عن الواحد، ما فيش حد عايز يتغلب، ما فيش حد عايز يعمل خطأ، ما فيش حد عايز يعمل جريمة ضد فرقته يعني، بس لكن ان شاء الله يا رب يبقى الدوري لنا السنة دي والكاس لينا برضو وربنا يكرمنا، وفي الاخر انا بقول سنة وعدت بمشاكلها بحاجات الحلوة اللي فيها، لكن السنة دي انا شايف ان الدنيا احسن شوية احسن كتير يعني، مفيش مشاكل مفيش حوارات كتيرة مفيش كلام كتير، والدنيا هادية، عندنا جهاز فني محترم، عندنا لعيبة محترمة، عندنا لعيبة كويسة في كل مركز، 2-3 في كل مركز احسن من بعض، اتمنى التوفيق ويكون ربنا موفقنا، دي اهم حاجه، ونتوكل على الله بدايه الموسم الجديد يعني، او نهايه الموسم القديم وبدايه الموسم الجديد، مش فاهمين حاجه بس ان شاء الله نفهم قريب، لكن في الاخر يعني اتمنى التوفيق للفرقه وللناديه وربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله.